مرض السكر من الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه، وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف إننا مصابين بالسكر. وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا إننا بناخد علاج مدى الحياة. دلوقتي في تو سنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية. بيعالج أغلب أنواع السكر، الضغط، بعض أنواع الأورام، وبيعالج الصرع عند الأطفال. كيتوجينيك دايت بيخفض من دهون الجسم أثناء تلقي العلاج الكيماوي. كل العوامل دي بتؤثر على المريض وبتحسن جداً من نتائج المريض في أثناء رحلة العلاج. ليه دخلت في كده؟ قصة لذيذة قوي قوي قوي. ألاقي جوزي طبقه وهو قاعد في كوريا، وراجل جاي شكله محلو كده وخاسس وصغر كام سنة. لا نقرا بقى. القراءة ورتني إنه لا، ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروض أطبق نظام الكيتو. الكيتو نظام ضد الاكتئاب، مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة التانية، لا لا إطلاق. لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس. كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طبي سويدي. كيتو سنتر. الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه، وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف إننا مصابين بالسكر. وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا إننا بناخد علاج مدى الحياة. دلوقتي في تو سنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية. بيعالج أغلب أنواع السكر، الضغط، بعض أنواع الأورام، وبيعالج الصرع عند الأطفال. كيتوجينيك دايت بيخفض من دهون الجسم أثناء تلقي العلاج الكيماوي. كل العوامل دي بتؤثر على المريض وبتحسن جداً من نتائج المريض في أثناء رحلة العلاج. ليه دخلت في كده؟ قصة لذيذة قوي قوي قوي. ألاقي جوزي طبقه وهو قاعد في كوريا، وراجل جاي شكله محلو كده وخاسس وصغر كام سنة. لا نقرا بقى. القراءة ورتني إنه لا، ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروض أطبق نظام الكيتو. الكيتو نظام ضد الاكتئاب، مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة التانية، لا لا إطلاق. لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس. كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طبي سويدي. كيتو سنتر. مساء الخير على حضراتكم جميعا أعزائي المشاهدين في برنامج كل جديد. النهاردة معنا حاجة جديدة ومختلفة وما قدمناهاش في الحلقات اللي فاتت خالص. التفوق والإرادة والتصميم والاجتهاد بيكون هدفهم إن الواحد يبقى متميز ويحقق حلمه ويحقق هدفه، وخاصة لما يكون الهدف من الطفولة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة. ضيفتنا اللي معانا النهاردة طالبة متفوقة ومجتهدة، تعبت، ذاكرت، اجتهدت، كان قدامها هدف قدام عينيها من وهي صغيرة إن هي عايزة توصله. أخيرا حققت هدفها واجتهدت ووصلت ل تالتة صيدلة. الضيفة اللي معايا هبة طلة عطية. هبة حصلة على منحة من الصين، منحة دراسية. أهلا بك يا هبة. أهلا وسهلا، نورتيني. طبعا أنت رمز يعني وعلم أن احنا كلنا، مش عيلتك طبعا بس اللي هتفتخر بيكي، لا احنا كلنا لازم نفتخر بيكي وتبقي يعني علم وقدوة لكل الطلبة حتى اللي في الابتدائي، مش هنقول كمان اللي في ثانوي بس، عشان يجتهدوا ويذاكروا ويوصلوا للي وصلتي. عرفيني بنفسك يا هبة. أنا اسمي هبة طلة عطية، عندي 19 سنة، بدرس صيدلة، وأنا حاليا بالنسبة لموضوع المنحة أنا كنت قدمت، حصلت على قبول مبدئي، بعد كده بعتوا للجامعة عندي هنا عشان يثبتوا تفوقي ان انا استحقها او لا. كلموا 2 من دكاترة الجامعة عندي، والحمد لله الاتنين شهدوا ان انا فعلا كنت متفوقة.
ومضوا على الكلام ده وبعتوه للجامعة. بعد كده جالي قبول نهائي. انا طبعا مقدمة من شهر 4 لحد دلوقتي، كنت لسه بخلص في الورق وكده. بعدين الورق اتبعت لي وكلمت الجامعة هنا، وهم برضو بعتوا ميل للجامعة ان انا هسافر، وكمان عشان يعرفوا دراستي باللغة، بلغة ايه يعني. انا هم الصين يعني، هم المفروض هناك صين يعني دراسة بالصيني. طبعا بس أنتي. هم لما الجامعة هنا اثبتت ان الدراسة هنا بانجليش، يبقى انا هناك هدرس انجليش. لو انا بدرس هنا باي لغة تانية فكانوا هيخلوني ادرس بالصيني. يعني انت الانجليش عندك ده اللي انقذني. ده اللي انقذك من الموقف. انه تدرسي صيني، يعني معنى كده ان انت لسه هتاخدي كورسات بقى في اللغه الصينيه. يعني الحمد لله. الحمد لله كده الدراسه هتبقى بالانجليش ان شاء الله. كده المنحه هتغطي طبعا كل المصاريف، حتى تذاكر السفر شاملة بقى الدراسة بمصاريفها. أبو مرتب كمان كل شهر. انت سنة ثالثة. في سنة ثالثة. برافو عليكي ان انت فكرتي في الموضوع ده. نبتدي بقى الموضوع من اوله، من يعني عايزين ناخده كده علشان تبقي طبعا هو انت قدوة لكل الطلبة في كل المراحل، وعشان برضو هم يشوفوا انت تعبتي قد ايه. عايزين بقى نبتدي كده من اول ابتدائي، يعني من اول من وانت في ابتدائي. انت طبعا اكيد كنت متفوقه. قبل ما نتكلم عن تعبك، عايزين يعني برضو ناخد فكره ان المنحه كانوا طالبين شهادات بانك متفوقه طول السنين. انا دي حاجه برضو يعني جديده انت بتقوليها لي. هم عايزين بقى شهادات مش ثانوي بس. لا يعني كل في المراحل كلها، ابتدائي واعدادي وثانوي وفي الجامعه، وعايزين شهادات واثباتات ان انت كنت متفوقه. هو الحمد لله انا مدرستي في ابتدائي يعني ليها الفضل عليا في انها اسستني صح، وبصراحه كان في اهتمام بطالب طالب. يعني احنا كان مدير المدرسه بنفسه هو المهتم وعارف اسم كل واحد فينا وبيتواصل مع ولي امره. حاجه جميله جدا بجد يعني اللي انت بتقوليه ده، يعني حاجه ممتازه. لما بنكون معانا مسابقه وكده المدير بنفسه هو اللي بيجي يوصلنا. والله. ويعني برضو كمان الاهتمام كان المدرسين. ومدرسة حكومية ولا خاصة؟ لا كانت مدرسة خاصة. وده ابتدائي. واعدادي؟ وانا والدي في ابتدائي بيدخلنا مدارس خاصة. بعد كده بقى بيدخلنا حكومي. هو المدرسين برضو كانوا بيهتموا جدا يعني. ويعني يعتبر الفصل بتاعي كله كنا كلنا متفوقين، ما فيش حد فينا يعني مستواه كده او كده يعني، كان الاهتمام بينا كلنا. حتى انا ليا زميله ليا برضو طلعت منحه اليابان السنه اللي فاتت ما شاء الله، من كانت معايا برضو في نفس الفصل. وانت متفوقه اكيد، زمايلك واصحابك هيبقوا متفوقين زيك اكيد. وبس ده في اعدادي. في ثانوي بقى مشقه الثانويه العامه. لا هو بالنسبه للاعدادي انا كنت بتكلم على ابتدائي، فبالنسبه للاعدادي دخلت مدرسه نموذجيه. دي مدرسه برضو مدرسه متفوقين، ما بتاخدش غير المتفوقين اللي بيبقوا جايبين مجاميع عاليه او كده ما شاء الله. انا كنت في ابتدائي كنت جايبه 99.5، فعشان كده ترشحت لي المدرسة دي. برضو كانت مدرسة كويسة جدا وكان فيه اهتمام. ندخل على الثانوي بقى مذاكرة، يعني مذاكرة مذاكرة مذاكرة. بداية الثانوية العامة بقى والقلق وال كان بصراحة كنت بتذاكري كم ساعة في اليوم؟ لا كتير كتير، كنت بصحى أذاكر أنا مذاكر. كنت أحيانا بغير اللي هو نظامي، اللي هو مثلا أنام مثلا بعد العشاء أصحى الفجر افضل بقى اذاكر في الهدوء ده بقى. يعني بتاخدي النوم الوقت الراحه في النوم كنت بس باخد بنام كويس جدا. حياتي كلها مذاكره. لا بنام كويس. وكنت بتاخدي دروس ولا كنت باخد معتمده على نفسك؟ لا بس كنت باخد دروس. كنت باخد دروس لان في يعني كان في حاجات شويه صعبه في المناهج وكده، فكان لازم بس ما كنتش باخد في كل المواد. كان في حاجات كنت بحب اعتمد على نفسي فيها ان كحبا فيها، زي الانجليش مثلا، وبرده كنت في اللغه العربيه، احياء، باقي المواد دي كنت باخد فيها دروس. ودخلتي صيدله؟ الحمد لله.
وجات لك بقى فكره المنحه؟ يعني الفكره دي جات لك كانت عندك، ده كان هدفك، ولا دي جات لك فكره كده وانت طالبه يعني جات قدام عينك بالصدفه مثلا؟ انا كان نفسي اسافر ومش تدرسي. لا مش عايزه، مش لاقيه طريقه. الصين بالذات ولا يعني ولا عموما ان انت تاخدي منحه لاي بلد؟ كنت حابه اسافر الف كتير بقى وكده يعني. سبحان الله، ربنا حقق لك. احنا عايزين نقول ان هبه طيارتها بكره مسافره الصين ان شاء الله بالتفوق وبالنجاح باذن الله، واحنا كلنا بنفتخر بيها، ونتمنى بقى ان كل الطلبه يبقى عندهم هدف يسعوا لي. مش شرط ان الواحد يبقى جايب اكبر مجموع. لا مش شرط. انت رايك ايه في قصه انه اللي بيجيب مجموع يعني قليل شويه بيبقى حزين عايز يدخل كليه قمه، ايه رايك انت في موضوع كليه القمه ده؟ لا هو يعني هو حاجه وهم، يعني حاجه وهم، مفيش حاجه اسمها كليه القمه. ممكن الواحد يبقى في كليه يبقى هو القمه فيها يعني يعرف يثبت، المهم ان يعرف يثبت نفسه. انا عن نفسي انا كان نفسي ادخل طب بشري وربنا ما قررتش، وخلاص انا رديت بنصيبي ولقيت نفسي ان انا الحمد لله في صيدله زي الفل يعني، وبقيت عارفه اثبت نفسي فيها، ده اهم حاجه. كلامك ده مهم جدا بالنسبه لكل الطلبه اللي بيقولوا احنا عايزين ندخل كليات قمه، وبيقعدوا يعيطوا وزعلانين ان هم ما دخلوش كليات قمه. يعني احنا بس بنسلط الضوء على النقطه دي علشان اللي بيحبطوا طلبه الثانويه العامه وبيقول لك انا ما جبتش مجموع كبير ودخلت كليه اقل. يعني هبه لو كانت دخلت دي اراده ربنا طبعا، لو كانت دخلت كليه طب ما كانتش هتجيلها المنحه دي، دي اكيد حكمه ربنا. فسبحان الله الواحد يرضى بنصيبه ويتعب ويشقى ويبذل مجهود كبير والباقي على ربنا. وطبعا انت طبعا مثال مشرف جدا جدا لكل الطلبه سواء بقى الجامعه او الثانويه العامه. انت بقى خدتي فكره عن لما تسافري هتعملي ايه ولا لسه؟ اكيد قريت كتير. يعني قريتي ان مفيش حد يعني محدش اداكي مثلا شرح كده بسيط عن حياتك هناك هتبقى عامله ازاي في الصين؟ طبعا بعتت لي كل حاجه، يعني كل حاجه عشت هناك هتبقى ازاي والقوانين وكل حاجه، كل حاجه اعرفوها. قريتي ولا هم بعتوا لك حاجه؟ صوره اوضتي اللي هقعد فيها هناك بعتوها لي. والله حاجه جميله جدا. في حد هيبقى مرافق معاكي بقى في احنا بنقول الكلام ده علشان في يعني طلبه كتير بيبقوا حابين يستفسروا وعندهم حب استطلاع ان هم يعرفوا اللي بياخدوا المنحه دول بيعيشوا ازاي هناك. فبما ان هبه لسه ما عاشتش هناك وجايه لها التفاصيل بس مجرد يعني تفاصيل صغيره كده معرفه بالشيء، فعشان كده احنا بنسالها، لانه في يعني بنات سالت وشباب عايزين يعرفوا. هما بعتولك شكل المكان اللي هتقعدي فيه وهتقعدي ازاي. هيبقى معاكي مرافق؟ هيبقى معايا مرافق ان شاء الله هيستقبلني في المطار او الموصل. هو المفروض اني طيارتي بكره، ومفروض كمان ان انا مسافره ترانزيت، فانا هنزل في موسكو هقعد 12 ساعه طبعا، الف في البلد شويه وبعد كده هركب طياره تانية للصين. برضو دي حاجه انا حبيتها لسبب اني انا برضو كان نفسي السفر كتير، يعني ازور اكتر من بلد. امنيتك بتتحقق في الاول. والموضوع يعني الموضوع جه معايا كده، يعني اني اكون حاجه انا حباها ونفسي فيها ولقيتها يعني. بس طبعا انا تعبت كتير يعني، واهلي تعبوا كتير قوي معايا. طبعا انت ثمره نجاحهم وتعبهم وشقاهم، وانت واجهه مشرفه جدا لكل الطلبه والمصر، وانا شخصيا مفتخره بيكي جدا جدا. وعايزاكي بقى تقولي كده يعني في الاخر كده كلمه، عايزاكي تقولي كلمه للي زيك واللي لسه في ثانوي، تقولي لهم ايه؟ تنصحيهم بايه؟ اصبروا، واللي بيتعب فعلا فعلا يعني بيلاقي يعني، بس اتعب في المكان الصح. مش عشان انك انت كان ليك هدف وما لقيتهوش وكده يبقى دي نهايه حياتك، وانك انت مش هتعرف تثبت نفسك في حاجه تانية يعني. اللي بيتعب فعلا فعلا يعني بيلاقي. ربنا يوفقك يا هبه يا رب، وان شاء الله انا هبقى على تواصل معاكي، وان شاء الله باذن الله اما ترجعي لنا بالف سلامه هكون برضو هتكوني موجوده هنا معايا عشان تحكي لي عملتي ايه في رحلتك الدراسيه ان شاء الله. انا عايزه في اقول بس المسابقه لو سمحت كده نشوف
المسابقة على الشاشة. المسابقة بتاعتنا احنا خليناها كل أسبوعين. أنا هقول كده الأسماء لحد ما يعني أنا هقول الأسماء بقى وانتوا شوفوا صوركوا هتبقى معروضة على الشاشة. أنا معايا زينة أحمد غنيم محافظة الغربية، ومعايا آية عبد الحميد الجيزة، ميرفت حامد فراج الوادي الجديد الخارجة، روحية سيد عبد الرحمن الجيزة، ليلى عبد العزيز أحمد الجيزة، نورة محمود ربيع الفيوم. دول اللي فازوا معانا في المسابقة بتاعت تدوير، إعادة التدوير. إعادة التدوير عموما يعني لأي حاجة بقى، الملابس، أي حاجة في البيت. الصور بتاعتهم، الحاجة اللي هم يعني دي لبنى طبعا، إعادة تدوير ملابس طبعا، الحاجة بتاعتها جميلة جدا. يا جماعة احنا بنعمل الحاجات دي عشان الناس اللي عايزين يتعلموا إعادة تدوير، أو عندهم حاجات مش هيستعملوها بدل ما تترمي يقدروا يحولوها لحاجة تانية ويستفادوا بيها. المجموعة اللي معانا دي اللي فازت في المسابقة، أنا بقول لهم ألف ألف مبروك. طبعا هتنزل على الجروب بتاعنا، جروب الخاص بالبرنامج، جروب كل جديد في الأشغال اليدوية والفن والديكور. احنا بنجيب لكم الصورة قبل وبعد، يعني قبل التدوير وبعد ما الإعادة. مبروك ليكم برضو، دي حلوة قوي. مبروك ليكم كل الفايزين، صوركم هي معروضة على الشاشة. وعقبال الفئة الجاية إن شاء الله. وبرضو بنأكد إن المسابقة بتاعتنا مسابقة مجانية، دي مسابقة في جروب يا هبة إحنا عاملينها، جروب كل جديد. لو أنت مش فيه لازم تبقي فيه. إن شاء الله أنا فيه. إن شاء الله. الجروب ده جميل يا جماعة، الكل بيستفاد منه، واللي عايز يعرض شغله واللي عايز يتواصل معانا. رقم البرنامج على الشاشة، إحنا موجودين. كمان عايزه اتكلم على حاجه تانية معايا، احنا هنتكلم فيما بعد ان شاء الله على القنوات اللي على اليوتيوب. عندي حد، شخصيه كويسه جدا وشغل ممتاز على اليوتيوب، يوتيوبر هي اسمها نوره، القناه بتاعتها اسمها مطبخ نوره صفوت. عايزاكم كلكم تتابعوا القناة دي، المحتوى بتاعها حلو قوي، اللي عايز يتعلم الطبخ ويتعلم حاجات جديدة وأفكار جديدة تابعوا نورة. القناة بتاعتها اسمها مطبخ نورة صفوت. انت شفتي الشغل اللي احنا عرضناه ده؟ جميل. كيف الهاند ميد ولا لا؟ ليه بتعرفي تعملي ايه؟ انا بعمل، كنت بشتغل، ماما كانت معلماني الكروشيه. كوريشيه يعني، تعالي جنبي. احلى حاجه الهاند ميد، بيطلع الطاقه السلبيه اللي جوه الواحد. من زمان وانا صغيره ماما علمتوني، يعني اشتغلت فيه فتره كده في الاجازه. برافو عليكي عشان اضيع وقتي يعني. وايه تاني؟ ايه بقى مواهبك تاني غير التفوق والدراسه؟ الرسم، بحب الرسم جدا. بتعرفي ترسمي؟ بترسمي ايه نوع؟ اي رسم ولا اي رسم؟ رصاص، فحم، الوان. وانا بقى لو كنت اعرف موضوع الرسم ده كنا جبنا صور وعرضناها، عشان يعني هي مش زي ما بيقولوا، ده الكلمه اللي بتتقال الدرجه، ده دحيح ملوش في اي حاجه. لا يعني بتعرف تشتغل كل شيء، عندها هوايه الرسم، ما شاء الله متفوقه. انت فخر لاي حد يا هبه بجد، وانا سعيده بيكي جدا. ده الجروب بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ودي المسابقه اللي احنا عرضناها، بنعملها كل اسبوع للناس اللي عايزه تعرض شغلها وعايزه تسوق شغلها، وبنشجع الناس وبنشجع كل يتعلم. انا عايزه اقول دلوقتي، انت هتروحي تشتغلي ولا هتدرسي بس؟ لا يعني انت فكرتيش انت تشتغلي؟ دراسه بس الاول، وانا نفسي ان انا اكمل ماجستير ودكتوراه كده بقى، نشوف موضوع الشغل. انا نفسي كمان برضو الماجستير ياريت يكون في دوله تانية، والدكتوراه في دوله تانية. لا انت بصي، ده اللي نفسي بس فيه بصراحه. الطموح ملهوش يعني ملهوش حد بيوقفه، طول ما انت عندك طموح ربنا هيكرمك. الحلقه بتاعتنا خلصت، انت نورتيني جدا وسعيده بيكي، وان شاء الله تحققي كل امالك وامنياتك وربنا يوفقك،
بشكرك يا هبه جدا ونورتيني. والى اللقاء في حلقه قادمه. استنوني الحلقه الجايه مهمه جدا في الهاند ميد، مش هقول لكم عليها. الى اللقاء. مرض السكر من الأمراض المزمنة اللي بتخلينا نخاف منه، وفي بعض الأوقات بندخل في حالة اكتئاب وصراع نفسي بعد ما نعرف إننا مصابين بالسكر. وطبعاً بتبقى كل الحلول قدامنا إننا بناخد علاج مدى الحياة. دلوقتي في تو سنتر هتقدر تودع مرض السكر نهائياً ومن غير أي أدوية. بيعالج أغلب أنواع السكر، الضغط، بعض أنواع الأورام، وبيعالج الصرع عند الأطفال. كيتوجينيك دايت بيخفض من دهون الجسم أثناء تلقي العلاج الكيماوي. كل العوامل دي بتؤثر على المريض وبتحسن جداً من نتائج المريض في أثناء رحلة العلاج. ليه دخلت في كده؟ قصة لذيذة قوي قوي قوي. ألاقي جوزي طبقه وهو قاعد في كوريا، وراجل جاي شكله محلو كده وخاسس وصغر كام سنة. لا نقرا بقى. القراءة ورتني إنه لأ، ده أنا علشان عندي مشاكل صحية المفروض أطبق نظام الكيتو. الكيتو نظام ضد الاكتئاب، مش بيجيب اكتئاب زي الأنظمة التانية، لا لا إطلاقا. لأن مع نظام الكيتو هتقدر تاكل كل اللي نفسك فيه وكمان هتخس. كيتو سنتر هو أول مركز متخصص في العلاج بالكيتو بالشرق الأوسط وتحت إشراف طبي سويدي. كيتو سنتر.